تحدثت بصراحة قد تكون غير مسبوقة عن فشل أجهزة الكشف عن المتفجرات بمجاراة طرق التلغيم التي تطورها المجاميع المسلحة، إذ تعترف بأنها عاجزة عن السيطرة على السيارات والأحزمة الناسفة التي تمر عبر نقاط التفتيش. مشكلتنا الحقيقية اللي نعاني منها هي أجهزة كشف المتفجرات، يعني أجهزة كشف المتفجرات لا تفي بالغرض وغير دقيقة، وبدأ تنظيم القاعدة والمجاميع الإرهابية تناور مناورات الشبكات الإرهابية اللي مسكناها بالآونة الأخيرة. تعرف يعني بدأوا يتفننون، يعني يقول المر على السيطرات وما تكتشفنا السيطرات للأسف الشديد. لكن عمليات الفرات الأوسط ترى في الجهد الاستخباري المتنامي خير بديل عن أجهزة كشف المتفجرات في ظل القفزة النوعية للكشف عن الجرم قبل حدوثه. الاستخبارات مالنا بالآونة الأخيرة شفت فت قفزة صارت بيها، تحولت إلى من تكتشف الجريمة بعد وقوعها وتعرف الفاعلين أو المؤثرين في الساحة اللي سببوا الحدث، إلى استخبارات تكتشف الجريمة أو العمل الإرهابي قبل الوقوع ونقوم بعمل إجهاضي. ويعول الغانمي أيضا في تأمين المناسبات الدينية على نضوج القوة الجوية العراقية ومستواها الذي يصفه بالممتاز. اختبار الطيران الجيش في زيارة الغدير، كنت متقصد أريد أشوف الإمكانية مالهم، ولله الحمد كانت ممتازة جدا، معول عليها بالاستطلاعي أو الاستطلاع الجوي التصويري، والآن لله الحمد أيضا دزوني خلية جوية راح تشتغل عندي كتصوير جوي وترسل صورة من الجو إلى الأرض على شاشة التلفاز. هاي الصورة راح أغطي بها المسطحات المائية، المناطق الصحراوية، البساتين، خوفا من أنه هناك نية إطلاق غير مباشر. قيادة الفرات الأوسط التي تشهد أماكن مسؤوليتها هذه الأيام ضغطا بسبب زيارات عاشوراء التي تصل الثلاثاء إلى ذروتها، دعت إلى توفير الحرية لقيادات الشرطة في المحافظة وربطها بحكومة المركز بدلا من الحكومات المحلية. احنا حقيقة ضمن مسرع عمليات الفرات الأوسط ماكو تدخل أو احتكاك من قبل السياسيين مع القطاعات الأمنية. قد يكون هناك تدخل أو احتكاك مع قطاعات وزارة الداخلية بحكم اللي أجازها الدستور أنه تدخلهم بإقالة مدير الشرطة كحكومات محلية أو كذا. هذه حقيقة من خلال تجربتي كقائد عمليات قد تأثر على العمل أو الأداء الكفو لمدير عام شرطة المحافظة. ويبدو أن قيادة عمليات الفرات الأوسط التي ركزت على قيامها بالعمليات الاستباقية تحاول أيضا الإدلاء بتصريحات استباقية تلقي فيها باللائمة على أجهزة الكشف عن المتفجرات في حال حدوث خروق أمنية تتكرر في كل موسم زيارة.